يا بنيت محناني طل مني تتغوت بتغوت قاع الليل كنت رقدش كنت غوت ميتي هزوني قعدوني هزوني هزوا يردي حطوها لي هزوني قعدوني شربوني خرجوني دخلوني ما كنرقدش معاها كنرقدش انا مريضه انا مريضه كنجي ديال كنجي مريضه بالدياليز كنقعدها ونهزها ونحطها وياتني بنيتي ما كنكذبش لك مريضه ما سكي حين انت كندير لها كنت مرض بجلبته وكنخرج كنخليها في البيت تغوت ونخرج كنضعق فضعقتني بدا الغوت ديالها والنعاس ما كنعسوش معاها ما مريضه تغوت فات تغوت ها امي قاعدين ها امي هزي رجلي ها امي حضري ليا ها امي جنبي ضرني ها امي كتافي ضروني ها امي ريجي ضرتني هاد الشيء قاعدين اول هذا لا مهمت معاها ما ست الطبيب اللي داليا ما ست محسن اللي داليا ويكون بيها طوال وبنيتها بقى صغيره هي بقى صغيره ما دوش جامها بقى صغيره الدريه بقى عندها صغيره ما عندها جهدي معاها ما عنديش وجد طيح انا طيح كتفي طيح ما عنديش انا مقابله راسي انا وهي الدواء غالي وعدي انا دواء غالي انا تحيل غالي الدوله وانا دواء حالي تحيل غالي نعدي انت انا كنجيب دواء غالي وخصني باش نعطيها واش ناخذ من عندها نعطيها هي واش ناخذ انا ما كاينش خدامه عندنا دريه خدامه عندنا في الحمام تخلص الكره تخلص الماء والضوء تسير علينا تعدل الدريه باش تقرا خاصك توبه خاصك سوتها خاصه وهذا لا ما انتم عندناش ما عندناش بحالناش 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 غدا الله والعشاء الله هذاك المرض اللي فيها تاع البروده اللي فيها داك الفين ما عرفتش داك الفين ما عرفتش من البراوات ما عرفنا مناش داك الوزن اللي شتت الوزن هزتك الوزن بزاف هزتك الوزن ما عرفناش منيتي ما عرفناش ما باش نزان ديرها تعالي ما عديش باش تمشي مشات تبعت في ميريزكو ناس 6 شهور و10 ايام وخرجوها ومنا مشات غادير تحي غدوز عندهم دار تعال جرى تعيات وعقبو صيفطوها ما داروا معها والو وراها جايه شي عام دروك الخروج على الخروج هي كانت تخرج شويه كانت تخرج شويه شويه دور شويه تمشي للكابين عندك السوق تجي ها شويه بشويه تجي هادي عام مابقاش خرج من هنا سداري ما كتنوش منه سداري ما كتنوش هو كثرت هاد الايامات الايامات اللي ما حنتني هاد الايامات اللي ما حنتني ديك الايامات كانت باركه راها ساكته وكتبرك دوك ما حنتني بالهضره وما حنتني بالكلاب وانتبه الهزان وما حنتني ما كذبش عليك بنيتي مكت وتغوت كتغوت بتغوت بتقال لي اللحم صدي عليه كل اللحم غوت تغوت بغيت نكون من المحسنين يهزوها ونكونوا بها شو من حالها كنت تازي شو من حالها شو من حالها البنية باش تبقى حية ليها اش اللي باغي ما باغي نتحاج باغي نهلك يكون بها هي عاد صحيح غير صح ليا هاي حيد لك داك الوزن وداك الشيء ادخل شوف الحباب وشوف ما تدخل الباب ما كتفوتوش كابينه ما كتدخليهاش انا نجيب لها سطل عندها هنا وعندي بيت واحد دخلنا ديال البيت كنصبروا وكنقولوا عندنا البيت رحنا مجموعين فيه اش نديروا والحمد لله الحمد لله عطانا الله مرحبا بها الحمد لله بنيتي الحمد لله تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.